سم بس يطول العمر. سم أبشر، أنا أعتذر شخصيا، والموظف اللي كتب الرسالة هذه بعد يعتذر للجميع. سم إن شاء الله أبشر 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 على خشمي أبشر. شوف أقسم بالله حركاتك وأسلوبك ورسائلك دي اللي مثل وجهك شوف لك حل، ولا والله لا تلوم إلا نفسك. فهمتني ولا لا؟ ولا فهمك؟ لا لا فهمت حضرتك فهمت، أنا بس كان قصدي يعني إنه يعني بلا قصدي بلا ما قصدي. اطلع برا أحسن لك، أحسن لك اطلع برا. اطلع برا ماشي واطلع برا رو اطلع برا هلا طالع سرعة اطلع. وش السالفة يا ولد؟ كل ما طلبني زبون ألغى الطلب. وجهي في شيء أنا؟ الله ما في شيء. الله يعين. أتحداك يا الزبون البطل، جايك يا وحش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طالب سليم. الله الله طالب سليم. طب انقز. تسلم الله يسعدك. عندي هالغرض من الوالدة، وبيك توصلها بيت خالتي. والموقع أرسلته لك على الجوال. الله يخلي لك الوالدة، أبشر بعزك. طب وحساب المشوار؟ حساب المشوار طال عمرك 50، بس أبشر بالمية. ويستاهلون شباب الوطن الدعم. كفو، بيض الله وجهك. أتحداك المية الجديدة بعد. وجهك أبيض. الحين ولد خالتي ينتظرك في الموقع. قواك الله. الله يقويك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت حسين؟ أي نعم. هذا الكيس من ولد خالتك. لا يا شيخ، جايب كيس ولا تدري وش اللي فيه؟ وش دراني؟ هذه أغراض أمك الله يطول بعمرها. طلع اللي فيه. هطلع لا تنفخ. خمر والعياذ بالله. والله ما دريت من حقتي. لا يا شيخ، مسوي مستغرب يا المروج. معك مكافحة المخدرات. يلا معي.